صحيح اللي كانوا زوز مقابلة الأولانيين كانت فيهم أهداف معينة، مجموعة أخرى مجموعة فيها العديد من اللاعبين اللي ينشطوا خارج البطولة التونسية. التربص هذا وزوز مقابلة هذوما في كومبيتيسيون أخرى اللي احنا عطينا قيمة كبيرة ياسر. زوز حاجات، الحاجة الأولانية نحبوا نفرحوا الجماهير نتاعنا، والثانية حاجة زاد كيف اللاعبين باش يوريو اللي كانوا قادرين باش ياخذوا مراكز في حتى في المنتخب الأول. نرى اللي هي فرصة للعديد من اللاعبين، إذا اليوم أنت تفرض نفسك وتتألق وتبرز في مسابقة كما هذه أكيد باش تحل البيبان نتاع المنتخب الأول، والعكس صحيح. إذا أنت ماكش قادر اليوم في المستوى هذا باش تكون متميز وتقوم بالواجب نتاعك، أكيد في مستوى ما أعلى ما تنجمش باش تكون جاهز. يعني رسالة واضحة للناس كل اللي يحب باش يكون متألق ويكون متميز وعنده الهدف باش يفرح الجماهير بتاعه راه باش يكون موجود لهنا ومن بعد، والعكس صحيح اللي زاد كيف ماهوش باش يقوم بالدوره نتاعو في المسابقه كيما هذه مستحيل باش يكون موجود في المنتخب الاول بعد. هو بالخطوه بالخطوه ما تكلمنا برشا مع الملاعبيه سكو تونس بالتاريخ نتاعها بالقاعده الجماهيريه الكبيره بالفالور اللي عندها، كل كومبيتيسيون طلع فيها لازم تمشي للاقصى، ندخلوا في الثوب تاع كونكورون تاع الثوب اللي باش نمشيو للابعد بالطبيعه بالخطوه بالخطوه وبالماتش بالماتش. هذوما بالاهداف اللي احنا مترسينهم، ما اهم حاجه هو اللي الناس كل واعيين اللي كانوا راهي مسابقه هامه كومبيتيسيون عندها قيمه كبيره ياسر، خاطر بالنسبه كما قلت لك للاهداف الجماعيه نتاعنا، وثاني خاصه اللي كانوا اللاعبين اللي باش تعطيهم فرصه اللي كانوا يدخلوا في المنتخب الاولاني ويثبتوا المكانه نتاعهم، وهذه فرصه اليوم هما باش يظهروا صورتهم مدى جدارتهم بالمستقبل.